يبعد عنه. إن الكثير من الشباب والكثير من الفتيات ابتلاهم الله جل وعلا بصحبة سيئة، صحبة فاسدة، فما أصبحوا يذوقون السعادة ولا الهناء. أغمضوا عيونكم واحبسوا أنفاسكم، فإليكم حديث الأحزان. لرفقة ظنوا أنهم ساروا على طريق الهداية، لكن أغواهم الشيطان، فعاشوا في الدنيا ما ذاقوا فيها حلاوة ولا هناء. رحل أحدهم عن الدنيا ورحل بعضهم عن الدنيا، ولو أنهم قيل لهم عودوا إليها لتمنوا لحظة واحدة في صحبة صالحة تعينهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. أيها المسلم، أيتها المسلمة، إن الإسلام دين عظيم، وقد حثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حثنا رسول الله على الصحبة الصالحة. اسمعوا ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الفير. هذا مثل